تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية. في موعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية، نبدأ بعناوين الحلقة. الأهلي يهزم الشرطة العراقي ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي. الهلال ينتصر على بختاكور بالقاتل ويعتلي صدارة مجموعته الآسيوية. النصر يواجه سبهان غدا، والتعاون أمام بيرسبوليس الإيراني. كورة يستضيف رئيس الشعلة ويستعرض تطلعات جماهيره في الموسم المقبل. هذا عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيوفنا الكرام. معنا في الاستوديو الأستاذ فهد الطفيل، رئيس مجلس إدارة نادي الشعلة. هلا والله أبو عبد الله. هلا والله، سهلا، شرف لي بهالبرنامج الحلو والأعمدة ذولا ما شاء الله وكباتنا، وما يعني شرف لي أني أقابلكم. ساعة مباركة والله. ساعة مو بالمباركة وبس، هذه الساعة زي ما يقول لك قراش. لا 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 تكمون، لا لا والله أنا مبسوط للجية هذه. الله يخليك، وشرف لي. أحنا سعيد. أحنا الله يعطيك العافية. الله يعطيك. بترك أحمد مسابيح، حياك الله. أنا سعيد جدا أيضا وجود أبو عبد الله الرئيس اللي كان يعني يضفي للدوري المحترفين، إن شاء الله يرجع ويكون رمز من رموز الدوري بإثارة وحضور وفريقه الجميل. رحب أستاذ عبد الله، أستاذ سليمان. أهلا وسهلا أبو عامر. الله يحييك. أول شيء سعيد بتواجد الأساتذة كلهم موجودين، واليوم ضيفنا الحبيب أبو عبد الله اللي حقيقة طبعا من الشخصيات المحببة بوجوده وتواجده في الدوري الممتاز سابقا وفي دور الدرجة الأولى. وجوده حقيقة طبعا بروحه الطيبة ونفسه الطيبة ما شاء الله تبارك الرحمن مريحة. وكذلك أسلم على أستاذ سليمان، إن شاء الله تكون حلقة جميلة للمشاهد الكريم إن شاء الله. سليمان أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا وجود، مساء الخير عليك وعلى الزميل ابو تركي وصل عبد الله وضيفنا الجميل حقيقه، الجميل في كل شيء ابو عبد الله الاستاذ فهد الطفيل. ان شاء الله تكون حلقه مثريه. انا ما دريت عنه والله. موزينا عليك، موزينا بالغير انا وياك دائما متواصلين مع عبد الله. ما يحتاج الدارجه المحليه يعني تم توريته وزيناه. طيب ابو عبد الله والضيوف الكرام المشاهدين، عندنا تقرير بتكلم فيه عن نادي الشعله، بعده أبدردش أنا معك شوي، وبعد ما أخلص أنا من شغلي أسلمك للشباب، عادهم يتولونك يسلمونك لنهاية الحوار. الله يعين. شوف تقرير عن الأستاذ عبد الله فهد الطفيل أبو عبد الله ونادي الشعلة. تعال. في كل موسم يبدأ فيه دور الدرجة الأولى يمني جمهور فخر الخرج أنفسهم بالوصول للقمة والتأهل للعب مع الكبار في الدوري السعودي للمحترفين. فمنذ أن ودع فريق الشعلة بطولة الدوري عام 2014 لم يحالفه الحظ للعودة مرة أخرى رغم محاولاته المتكررة. 7 مواسم شارك فيها الفريق مع الكبار بدأت منذ عام 1998 لعام واحد، ثم 3 مواسم من عام 2001 إلى عام 2003، بعد ذلك 3 مواسم أخرى أعوام 2013 و2014 و2015. ومنذ تلك اللحظة التي غادر فيها الشعلة موقعه مع الكبار لم يعد الفريق منافسا حقيقيا للصعود مرة أخرى. 3 سنوات متتالية في مراكز الوسط، وفي العام الفائت كان وضع الفريق صعبا ولم يضمن البقاء إلا في الأمتار الأخيرة. أما في الموسم الحالي فلم يحالف الحظ الفريق للمنافسة على خطف إحدى بطاقات الصعود لدوري المحترفين، وبات لزاما على محبي فخر الخرج الانتظار للموسم المقبل لبناء أحلام جديدة علها تتحقق في النهاية. ونشاهد الشعلة يكرر مشاركاته ويعيد ذكرياته السابقة في اللعب مع الكبار، خصوصا وأن الفريق عندما يواجه أندية الممتاز فإنه يقف أمامها موقفا ند للند، كما فعل أمام الشباب في الدوري 32 من بطولة كأس الملك عندما تغلب عليه بهدفين لهدف.
ابو عبد الله، يعني لو بنعد الرؤساء الأندية الدرجة الأولى قد تكون أنت، يعني إن لم تكن أشهرهم أنت من أشهرهم، يعني شخصية معروفة كثير في الأوساط الرياضية السعودية والجماهيرية والإعلامية. السؤال الأول، ليش ما صعد الشعلة هالموسم وليش مو قاعد يصعد؟ شوف، فيه أول شيء صراحة الله يعطيكم العافية على اللقطات الحلوة، رجعتونا في صور، رجعتونا للماضي حلو. أنتم أهم شيء ترجعون للماضي، مو بس إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله مو بالموسم هذا. إحنا حطينا خطة إن شاء الله بإذن الله، ما أقول لك أنا أوعد، بس إن شاء الله أني نعمل، وزي ما قلنا يعني في أشياء توقف للشعلة، أشياء يعني أول شيء يعني الدعم الحمد لله حكومتنا ما قصرت، مسمى يعني دوري محمد بن سلمان، يعني كل يفتخر ويعني بهالمسمى، وكل وده يشتغل بهال يعني بهالدوري بهالمسمى، بس ينقصه. أنا في عوامل ينقصه. لا خلينا من ينقصه، أنت الشعلة الحين ليش ما طلع؟ ليش ما طلع زي العين، زي القادسية، زي أيوة. أنا أقول لك يعني شوف، كبداية كريس أول لازم يكون عندك الميزانية، كبدا أول بدء الموسم تكون عندك على الأقل 3 مليون 4 مليون، تقدر تجيب اللاعبين اللي يصعدون، اللي يسوون لك فارق. نقلة فارقة، استقطاب ممتاز. أربع أنا أقول لك جبنا لعيبة، 4 مليون تدبرك يعني الموسم؟ لا، من بداية الموسم عشان تعرف تختار، عشان تختار وتجيب الذا. أنا اخترت، بس سبحان الله ما توفقنا بالجهاز الفني، بالجهاز الفني البداية اللي ولف بعض اللاعبين ما توفقنا، يعني التحكيم كان بدايته ما كان يعني زي ما نقول لك، كان طمعانين أنهم يحكمون للممتاز والدور المحترفين، وجاءوا قالوا لا أنتم حكموا هنا، بنجيب أجانب زي كذا. طيب. صار يعني النقطة هذه برضه بدايتها عانينا ضعف، يعني تعرف اللي صعدوا، لو تسأل اللي صعدوا كم دفعوا، اللي دفع 30 مليون، واللي دفع وصل 50 مليون، واللي دفع 35 مليون، يعني تختلف. احنا يعني اللي قاعد اللي يصير، انتم كم ميزانيتكم؟ ميزانيتنا اسف يوم السنة هذه جانا 7 مليون الا كل الموسم. الشعلة كم له سنة الحين متأسس؟ من 83، يعني تقريبا قد اكبر مني بشوي. حد ما ودي يعني. طيب ما ودي كبر نفسي، يعني نادي قديم ولا سنوات، مش عارفين تجيبون يا ابو عبد الله 3 مليون بدايه موسم؟ 3 مليون يعني مبلغ. مشكلتنا احنا كمحافظه يعني. الخارج نعاني كثير. من ايش تعاني؟ نعاني من الدعم، يعني لو تشوف الشركات عندنا وتشوف الدعم، يعني قطاع، يعني اقول لك شركات قويه بدون ما ودي انا اسوي اعلانات لهم، قويه تلقاها يعني الالبان وما الالبان وما ادري ايش بعد، تلقاها كلها في الخارج. للمشكله الشعله وكره الخارج يتيمه، ما له والي، ما له من يحافظ. يعني انا بقول لك، يعني شوف الحين نادي عرعر تو صعد يوم السبت، يوم الاحد استقبلهم اميرهم وكافئهم وذا، شوف بيوم 24 ساعه، يعني 24 ساعة احنا صعدنا ونزلنا وقعدنا، ما لقينا من يهتم فينا كأندية الخارج. ما كل كان عندنا 5 أندية في الخارج، يعني كأندية الخارج ما في رجال. انا اقول لك رجال الاعمال ما في اي دعم، كله خارج. سالفة الخارج. بس هالسؤال انا من زمان في بالي ذا السؤال، سالفة السيارات والاقساط دي صدق ولا واحدة من لا شوف دعم هذا، هذه الانديه الممتاز. وانا اقول لك ترى لا انت سالفه السيارات اللي تقصدت اي هذه صدق ولا دعابه منك؟ لا والله صدق، اجيب لك بغيت من اجيبه من رثان بدل الضيوف ذولا الديان. والله العظيم إيه والله. كم سياره اخذت؟ كثير اللي يعني اقول لك واحده من اللي واحده اشرح لي ذي بس معلش اشرح لي سالفه السيارة. كنا في الممتاز، ايش تسوي؟ هذه في الممتاز. هذه الممتاز اخذ يعني منك يا تركي، ابغى سيارات كم؟ مليون. مليون كم تطلع؟ 1,400,000 تقسيط.
اروح اشتريهن، اروح ابيعهن في المعرض الثاني، لازم اطلعهن من المعرض ابيعهن، اجيب اللاعب على وقت حسن الطير وعلى وقت العالم هذه اللي كانت سوت فوارق. حسن الطير لسانة سوت فوارق وجدت يعني لعيب على مستوى مردود، يعني مردود لها. وعلى حسابك انت؟ اي على حسابي انا. انت شخصيا ولا على النادي؟ لا على حسابي انا. يعني انت قاعد تقسطهم الحين؟ إيه؟ لا لا خلصنا. شوف مسمى، انا اقول لك مسمى دورينا محمد بن سلمان غطى كل شيء، بس للاسف انا اقول لك للاسف علت الاسعار حقت اللعيبه الدرجه الاولى، علت ارتفعت السقف الاعلى والسقف من تحت الطاولة. يعني المفروض انه 10 مليون مثلا كانت تمشيك من اول ممتاز 100%، لما جاء الدعم ارتفعت الاسعار، ارتفعت الاسعار، ارتفعت التذاكر، ارتفع السكن، ارتفع كل شيء ارتفع. طب سؤال، وش الله حادك؟ اكلمك صحيح والله العظيم، وش الله حادك تروح تقصر؟ طبعا ليش انا قاعد اقول لك هالكلام؟ ترى في واحد هنا مو بعيد عنك اللي هناك هذا الرجال ذا الحبيب اللي قدامك، العام او قبل العام كان عليك ايقاف خدمات؟ لا سجن. امر سجن، وصار بيني وبينه مكالمه وقلت له انت وش الله حادك؟ شوف يعني لا انت رجل عندك ملاءه ماليه، لا انت برجل اعمال، انت وتروح وتوقع الاوراق يقول عشان تمشي امور النادي، صح ولا لا ابو عامر؟ صحيح. طبعا انا بس اسال، انت وش الله حادك تقصد سيارات على نفسك؟ حب الازرق والاخضر. لو تقول، لو تسال اي واحد ذا الحين، انت لو تسال اي واحد إيه؟ نادي الشعله إيه؟ يقول لك وين عياط طفيل؟ معروفين الاسم هذا مرتبط بالنادي، يعني في النادي مرتبط، عيالنا وعيال عيالنا. انا الحين اللي تدري كم سنه في النادي؟ كم؟ 30 سنه داخل 31. ما شاء الله طول العمر ان شاء الله. لاعب واداري وكذا، لاعب اداري مدرب، صعدت باللعيبه انا المدرب ناشئين 2007 ما شاء الله. مرت كل الامين عام لما صرت رئيس. ما في اي مردود لك يعني مادي خلينا نقول من وراء النادي؟ ما في. وش مردود؟ ايش الرئيس ما ياخذ فيه؟ ياخذ مكافآت الرئيس؟ هذا قدامك، هذا نموذج من زي يعني، هذا قدامك ما ناخذ شيء. احنا التعب ولا نترك عيالنا ونترك اشغالنا، حبا انا اقول لك حبا بالرياضه وحبا بالكوره وحبا يعني المنطقه وهلا وكذا. نعم الحين اول كل يقول ليش ما يدري، ما دخل، لو دخل في الانديه يعرف ده هالي صحيح، يعرف انه حب شلون يحب الفريق. يعني اقول لك انا الحمد لله، انا اول شيء الحمد لله مو بغرور بنفسي ولا شيء، الحمد لله النادي هو اللي طلعني. ما اقول لك انا صح اني ابوي كان من تجار الخرج، يعني انا اقول لك ابوي من تجار، بس ما عرفت الا من نادي الشعلة، ما عرفني الناس الا من نادي الشعلة. يعني بكل مكان الحمد لله، انا اقول لك نادي الشعلة طلعني بكثير، يعني ساعدني باشياء كثيره. انا اقول لك يعني علاقات كمحبين، انا اقول لك الحمد لله، بس كعيالي ويعني الله يغفر لها الوالده، يعني تركتهم اشياء كثيره، بس انا الحمد لله اموري الحمد لله متيسره وامور كل شيء زين، وتحسنت بعد والله عمره محمد بن سلمان ومسماه خلى الناس تتنفس. بس للاسف زادت اسعار السعوديين، هذا اللي خلى ما فيه يعني تخيل اللاعب خلى السيوله ما تكون مفيده جدا، مفيده اللي ذا، ولا كانت اول ما في لا دعم. يعني انت الحين صار في السنه دي 7 مليون الا على قولتك، والانديه اللي صعدت من ال 20 وفوق. لا ما في 20، انا واحد اللي صاعد من ضمن اللي صاعدين. سالته سؤال قلت انا، لانه في بيني وبينك عشان يمكن يسمعني، هو يمكن يسمعني يقول أندية الخرج ما تجيب لعيبة يعني توصلك الممتاز. طيب اللي يوصلون الممتاز، أنا الحمد لله لعيبتي، أنا أقول لك كل واحد أحسن من الثاني، بس ما توفقنا، بس ما توصلنا الممتاز، عطنا فلوس وتعال شوف الفرق. يعني أنا كلمت لاعب من ضمن السلام، قال عليكم السلام، قلت معك فهد الطفيل، قال والله شرف لي يا فهد، قلت ودي يعني ناخذ ونعطي بالعقد. قال موقع. قال ليش؟ طيب اعرفه. قال موقع. قلت اعرف طيب سعري واعرف كذا. قال موقع، انا اعرفك يا فهد، صح انك تعطي وصح انك كذا، بس اللي وقعته ما تقدر عليه. قلت السلام عليكم، وش اقول له؟
يعني عارفني اني انا السقف الاعلى حقي، لا هو مرتفع عن السقف الاعلى، عرفت؟ السقف الاعلى فيه من تحت الطاوله وفيه مدري من بعد، لا انا ما في الا كله. كم الميزانيه العادله المعقوله لنادي زي الشعلة عشان يكون عنده امل في الصعود؟ اعطني رقم تقريبي. تقريبي اي من 12 ل 15 مليون انا صاعدك. يعني الحين خلينا نقول كذا بس، يعني لو في رجل اعمال الان ايوه مثلا يتابع قال والله 15، طيب هذه 15 يا ابو عبد الله اكيد انت ما تضمن الصعود، لكن تضمن له المنافسه على الصعود. اي بس ما تعطيني 15 بنص الدوري. لا 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 بدايه الموسم خذ يا ابو عبد الله هذا شيك ب 15 مليون تعال حاسبني. اي وانا ما اقول لك اضمن الصعود بس تنافس تقدر. اقدر، انا اقول لك اقدر. ليش؟ انا اقول لك اقدر، ترى بعض اللاعبين هذولي مع ممكن اللي معي انا ذا الحين اللي عندي فوق تقريبا ذا الحين 25 لاعب، انا اقول لك مو يعني متفوتين كذا متفوتين. انا اقول لك وترى لو اعطيتهم دافع معنوي، دافع من رواتب اول باول، مكافات اول باول، اشياء اول باول، انا اقول لك ترى يغري اللاعب يعطي. انا اقول لك من تطلع، انا ما ودي ازعل الرئيس حقنا، اقول لك من طلع نادي الشباب في الدوري 16 الشعلة انا اقول لك وبكامل نجومه بكامل نجومه. هنا انا اللي اقول لك ترى عندي الدرجه الاولى عفيه، بس يبغاله انا اقول لك اهتمام شوي، حافز شوي وحافز على برضه. طب مين في ممكن رجل اعمال الحين يخوض تحدي مع الشعلة الحين اللي يتابع الان ويقول انا بتحدى انا ابو عبد الله وانا بدعمه ب 15 ولا ب 20 مليون وتصير تجربه كل الوسط الرياضي مثلا اللي بيتابع الموسم الجاي الشعلة والشركه دي او رجل الاعمال، والله ممكن يكون تحدي مغري احسن من 50 مليون ممكن تدفعها شركه في اعلانات ورعايات. انا ارجعه ايه؟ ارجعه ويشوف، يعني ما اقول لك يعني في ناس ايه بس مو لما تصعد تقول للشركه خلاص ما نبيكم. لا 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 مو من طبيعه هذه، يعني تخلي الشركه اذا صعدت معاك موسم كذا مجاني مجانا. انا اقول لك ما دام طلع لنا النور. ليش؟ ليش انا اعلمك ليش؟ دعم محمد بن سلمان في دوري المحترفين 50 مليون يكفيني، ما ابغى اعلانات، هذا اقل شيء، اقل شيء 50 مليون دوري الممتاز، هذا اقل شيء. انا اقول لك للنادي اي لك كمان هذا اقل شيء. يا رجل انا لو لحقت علي الثلاث سنوات اللي قعدت فيها في الممتاز والله ما انزل، والله ما هبط. يعني اللي هبطوا كان في سوء اداره؟ ما اقول لك سوء اداره، ممكن يعني ما اقول لك سوء اداره، لا مو يعني خلنا اعطيك العداله، خلنا اعطيك العداله. ما عندهم منشاه، وينك اليوم التمرين تلقى في التمرين منه، وين التمرين تلقى التمرين، ما عندهم اول شيء، ما عندهم منشاه، ما عندهم اقول لك ممكن او يعني كاسم يعني ايش اقول لك شخصيه يعني يقول لك في الممتاز ولا لعبوا اول ترى اول موسم. انا لو انا اقول لك لو انا شف هلال ونصر وشباب واهلي خلهم على جنب، جيب لي اللي تحت الوسط هذا ثلاث نقاط بست، اترك هذول الباقيين، اذا اخذت منهم واحده وذا هذا اثبت نفسي، مو بروح انا انافس الهلال ولا النصر ولا الاهلي ولا الاتحاد، لا خلهم. طيب سؤال، دوري الدرجه الاولى صعب؟ اصعب من الصعب. من اي ناحيه؟ بكل شيء. ايش مشاكله؟ اللي يهبط يتحدى ويصعد الا ما ندر. صح والله هذا اللي تكلمنا فيه، ما يصعد ما الا ما ندر. ترى القادسيه لو مو بفلوس وخبره رئيسهم قسم بالله ما يرجع. وكذلك الباطن، انا اقول لك، لا انا اقول لك القادسيه هذا والباطن والله ما يرجعون. واذكرك اللي ينزل دايم ليش وش السبب؟ قوي او كثير وسفريات، تخيل سفريات ما فيه. صح. انا راجع من نجران بسياره باص من نجران فيه. من نجران باص، تخيل لاعب مكيدة يقول ايش رجلين، قعدت يومين ما اقدر امشي من رجلين. صح. بالباص. طيب كنت ايش تبغاني؟ هذا الظروف ما في فلوس تحجز لهم؟ لا 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 طيران. ما في طيران ولازم تروح على الاقل يعني تنقل من ابها لجده، وصعب. قلت ما عندي فلوس او جازان او تروح لابها. مكلفه بالنسبه لك؟ مكلفه، ركبتهم باص
كفو. لا لا ترى على فكرة. طيب في معاناة ثانية ولا أقطع كلامك ترى، ولا يمكن في فمهما، لكن حكم قربي من بعض الزملاء في الدرجة الأولى بدون ما أسمع عشان ما أوهقهم، يقول التحكيم برضو في الدرجة الأولى يرتكب أخطاء لو كانت في دوري المحترفين كان الضوء عليها كبير. أيوة أنا أقول لك آخر واحدة أمام البكيرية، أمام البكيرية كأنا أقول لك خلاص المباراة يعني ألا يسبب فاول يحطهم منها صار جول. جانا جول يعني البرنامج الرياضي حق ده برنامج في الأسبوع يعني ساعة، وش برنامج دوري كل أسبوع ساعة؟ ما في إضاءة، ما في ترى اللاعبين يبغون، اللاعبين يبغون شعبية، يبغون الناس تطلع، يبغون يعني يعني شو أقول لك ما صعبة. أنا أجيب لي بس أصور لهم، ما إذا ما في إضاءة ما في يعني التصوير أضواء وصوت أضواء المسؤول يوصل وكذا يوصل وكيف مش بعد يعني أقول لك يوم كنا حنا في الممتاز قعدنا 3 سنوات نضرب الفرق الكبيرة. بس تسمح لي تفضل. أنت من شو تطرقت إلى الميزانيات كل سنة فيما يخص درجة أولى، ولما كنت ممتاز قلت في الأولى أنك تقريبا الرنج حقك ما بين 7 إلى 12 في السنة. لا بس أي هذا مع ضاش يعني لا أنا أبي أنا يعني والدعم. أبو عبد الله إذا قلنا الآن نبي نسوي ميزانية للموسم كامل بالضبط، خلينا نقول بداية المبلغ المتواجد عندك أي إن كان 1,000,000 اللي هو خلال الموسم كامل كم كان تقريبا من بداية قبل بداية الموسم إلى نهايته كم تقريبا الميزانية؟ شوف على حسب السنة هذه تدري كم تمرنا احنا أطول سنة ذي السنة خلينا هذه. أنا شوف أنا بقول لك ممكن مصاريف مع رواتب مع 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 يعني هذه يبغى له أقل شيء أقل شيء يعني شهري تقريبا إلى 700 إلى 800 ألف شهري بس، هذه من غير هذه من غير المصاريف الطيران من غير السيارات من غير السكن من غير أشياء يعني كل هذه مصاريف. طيب يعني أنا أعطيك يعني من يعني إذا صرت ماني مبذر ماني مبذر أنا أقول لك من 11 إلى 12 مليون إذا ماني مبذر. طيب لما كنت طول عمر في الممتاز كم كان ميزانيتك؟ أنا أول ميزانية اللي قعدت يوم ضمنت البقاء، الحين اللي يضمن البقاء 50 مليون، خلينا لا ضمنت البقاء 6 مليون. شفت الفرق؟ لا عفوا لما كنت مليون. لما كنت في الممتاز كانت ميزانيتك 6 مليون. بيض الله وجهك 6 مليون أنا أقول لك 6 مليون، واللي بعده 7 مليون. ترى لعبت خليجية، أنا نادي الشعلة لعب خليجية مثلت خليجية لأني أول سنة أنا صرت الترتيب 9 وأخذناه لعبنا حنا خلونا خليجية. يعني أنا أقول لك يعني الميزانية أنا أمس كلمت معالي أبو سعد معالي الدلاك ونعم الرجل والله رفع يعني ما توقعته أنه هو كلمني ما توقعت. قلت له طول عمرك أبو سعد أبغى أبين أعرف وش أنا عليه عشان أرسم الصورة للسنة الجاية وش أنا عليه. قال إن شاء الله بتطلع خلال هذا الأسبوع وأبشر في أشياء بتيجي، وبشرني بشارة وخلاني خلاني يعني أقول لك بشاير زينة على كلامه أن الأمير يعني الأمير عبد العزيز من تركي قال مهتم بالدرجة الأولى. قلت الله يبشرك بالخير وبيض الله وجهك. بس اليوم يعني جت من البشاير على ما سمعت اليوم فيه نزل يعني نزل كلام ونزل أشياء أحسب نزل شيء بالحساب. لا 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 كلام وبالجروب عندنا رؤساء أندية بشاير خير، نقول بشاير خير إن شاء الله. بس أنت علشان تعرف تبدأ موسمك بشكل جيد تحتاج قبل البداية 3 مليون إلى 4 مليون ريال علشان تعرف تبدأ بداية ممتازة. أبدأ بداية ممتازة وميزانية كاملة للموسم تخليك تنافس على الصعود 15 مليون ريال. لا تكثر عشان ما خاف يهج، خله من 12 إلى 13 عشان ما يهج. يعني موجود الآن. اسمع ما عندنا واحد ولا بخمسة ولا بستة مليون بس يعني قاعدين نسولف عليك. والله شوف ما يندرى يمكن واحد يقول بدفع 15 مليون وأخذ التحدي. شوف المدرج مليان عندنا يعني أقول لك نادي الشعلة. أنا ذكر يوم في مباريات يعني أندية الممتاز يوم نلعب في أندية الممتاز اللي برا أكثر من اللي جوا عشان ملعبنا صغير، اللي برا أكثر.
عندنا. طب يعني بالأمانة ما في ولا رجل أعمال في الخارج يدفع أي مبلغ؟ حتى هالموية ما كفو والله. معقول؟ معقول. طيب أنا بسأل سؤال معلش يا موجود، أنت كرئيس نادي في هالفترة دي كلها ما حاولت وديا اجتماع مجلسور مع رجال أعمال؟ أنا أعرف في رجال أعمال من الخارج يدعمون أندية في الرياض، هم رجال أعمال أصلهم من الخارج. صح. طبعا أنا ضد المناطقية، ولكن أنت ابن المنطقة، شوف ما اللي يصير في المجمع، كيف الناس يتعامل فيصل والفيحة، مفترض تجار الخارج معروفين. أنا أنت هل اجتمعت فيه وديا؟ شكيت الحال؟ والله ما في باب اللي طقيته في الخارج، وأكبر باب في الخارج، أكبر باب خلنا إيه؟ أكبر باب رحت لمه قلت له يا أخي إحنا 5 أندية على الأقل درجة الأولى عط يعني 70%، الدرجة الثانية عطهم 40%، يعني زي كده وزعنا عشان يكون حوافز ولنا نرفع اسم. لحظة معلش أبو عبد الله، سم. كلمة عط، شوف كل شخص في الدنيا يحتاج مقابل، يعني أنت لما تقول له عطني أنت مفروض أنت تقدم له، وش تقدم له؟ يعني بعد يحتاج الشخص اللي تقول له عطني بيقول مثلا أنت مفروض تعرض عليه تقول له تعال هذا نادينا وأنت أبخص في هذه الأمور، إحنا ممكن نأخذك كسبونسر عندنا إعلان إيه في النادي عندك كذا. يا بحالة قاعد يقول لك بعطيه سنة مجانية، يقول بعطيه بلاش إذا صعدنا. لا إذا أنا أقول لك أنا معك ذا الكلام. أيه. أنا قلت له أبحط لك إعلانات في الملعب في المضمار، أبحط لك على السور، أبحط لك على التيشيرتات، أبحط لك يوم كنا في الأندية الممتاز ألو السلام عليكم ترى بحط لك إعلان، قال لا تحط لي، قلت أبحط إعلان واللي بيجي منك خير وبركة. الحين ما عجزنا الحين مره اقول له كذا. يعني انت اخذت رعايه غصبا عليه؟ والله العظيم غصبا عليه احرجته. يعني اي احرجته. يوم جاء قلت له في واحد تصدق والله العظيم دون ذكر اسمه، قلت له السلام عليكم، قال عليكم السلام، قلت ناظر مباراتنا مع الاهلي، قال ايش فيها؟ قلت تكفى ناظر مباراتنا مع الاهلي يوم نلعب مع الكاس قبل سنة وناظر، قال الله يعطيك العافيه ما قصرت، حاطن اعلان له. انا جبت وخدت من يعني اللوحه حقته وحطيته له هنا. طيب حتى هذا وفاء اعطاك شيء؟ ما قصر، بس ترى مو من الخارج، مو مشكله بس اعطاك شيء. اي ولد ذبيحه الدور. واو نعم استاهل. كبريت والمالك نعم يستاهلون يا اخي، يذكرون بالخير هذا داعمين للرياضه. بس هذا لا والله هو الدعم الاول عندي. حلو ذبيحه ولد الدور. لا كان بعبد الله نعم. ترى هذا طبعا هذاك عرفت على طول. لا على طول هذا وفاء، ترى هذا وفاء وقال الدور بس عرفت كبريتو. انا اعلان انا مالي انا ولي ولا هو يستاهل شفه هو الى الان هو اللي حطه شفه معروف ما يحتاج. يعني انا اقول لك ما قصر يعني. الدعايه فيها تدور ولا هو المالك صحيح؟ ها سلمان المالك ونعم والله ونعم ابو هاد. طب خلينا ناخذ راي سليمان اي والله انت جالس كذا وقاعد تسمعنا، عطنا رايك. مستمتع حقيقه بحوار ابو عبد الله. عطنا رايك. شوف انا بقول راي بس لا يزعل منه ابو عبد الله. قول. دائما في 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 عملية التسويق أنت عندما تعجز أو لا تصل إلى المعلن أحيانا يكون بوجود الخلل موجود في النادي، يعني أو أنت أو صاحب المنشأة أو صاحب المحتوى، أنت عندك محتوى أو عندك مادة تبغى تقدمها للشخص المعلن بحيث أنك تحصل على إعلان. أنا بسأل أبو عبد الله سؤال بس وبعدين برجع لسؤالي. يلا. هذا حسب معلوماتي البسيطة إنه الدعم المالي الموجود لأندية الدرجة الأولى 80 مليون على 20 نادي، صحيح أبو عبد الله؟ 80 مليون؟ لا 20 80 مليون على 20 نادي، يعني بواقع تقريبا 4 مليون، هذا الدعم الحكومي اللي وصل الأندية. هذا من الوزارة. هذا من الوزارة. نعم من الوزارة. من هذا دعم أميرنا محمد بن سلمان. هذا من الوزارة. يجيك بعده احتراف، بعده يجيك الرابطة، يعني هذول الفلوس حق مو بالرابطة النقل، هذول اللي بس زيادة المجموع، يعني المجموع 7 إلا. طيب أنا برجع أبو عبد الله لموضوع التسويق. اليوم أنتم كإدارات أندية مثلا تتكلم على نادي زي الشعلة أو عدد الأندية هذه الموجودة في الخارج، دور الرابطة وين في هذا الموضوع؟
انتم كرؤساء انديه واتصالكم سواء باتحاد القدم او بدور الرابطه، عندما مثلا يكون النادي يعجز عن وجود موارد ماليه او معلنين بشكل دقيق، يعني اليوم انت هل الرابطه لها دور في 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 يعني توسيع الاوجه الاختيار لك او الوصول للمستثمرين او المعلنين؟ جميل. شوف يا حبيبي، انا بقول لك اول شيء، العام جابوا لنا الرابطه 500,000 500,000 نص مليون قسموه على قسمين 250 ما كمل سنه وهج. ليش يعني السؤال ليش؟ ليش هج؟ انا يقول ما في نقل، ما فيه يعني اهتمام اعلانات الدعم. صحيح. يعني الدوري الممتاز 8 مباريات نقلوهم كلها. الدرجة الأولى تجي تعرف حنا بوقت أحيانا فيه سباق يلغون المباريات، يعني ما تجي المباراة ولا مبارتين من يعني في التلفزيون إلا واحدة ولا ثنتين من الثمان. النقل التلفزيوني مهم جدا للراعي. يعني أنتم الحين مبارياتكم طويلة، يعني جولاتكم كثيرة. أي 38 جولة. والطيران مكلف بالنسبة لك. والمواصلات. ويلعب الواحد معاك في العصر شموس، اتكلم صدق شموس، وما عندك فلوس ولا عندك راعي، وتبي تفاوضني وتبيني اوافق بعد؟ ذي غريبه يا ابو عبد الله، صح ولا لا؟ يعني لا تلومني انا، انت لا مباراتك تنقل وتلعب في ذا الحر وبتركبني باص، لان على قولتك اللاعب حقك قاعد يومين رجليه متصلبه، طاقه من نجران. اي والله طاقه من نجران للخرج على توبيس، لان ما تبي تدفع تذاكر وترانزيت، ما عندك فلوس، وتجي تفاوض اللعيبه وتقول لي بسعد من وين؟ انا عشت بوجود. لا والله جد، من وين يعني؟ ممكن اقول شيء. انا كنت في الرابطه وقت دوري ركا للامانه، وكانت نفس المعاناه. كان احمد العقيل هو رئيس الرابطه او رئيس الرابطه الدرجه الاولى، فكان معاناه سواء اللي هم ركا او غيرهم، لان نبغى معلن اضافي. يا جماعه المباريات ما تنقل، رحنا اجتمعنا مع مسؤولين في التلفزيون، قالوا يا جماعه الاولويه للدوري المحترفين والاضواء دوري المحترفين. طيب المعلن شلون بيعلن؟ مين بيشوفه؟ غيروا من الخميس والجمعه، خلوه ثلاث وربوع. ومع ذلك صارت تنقل يعني 3 من 8. طيب انا بروح للفاصل، بس ابي اسالك سؤال. انت ليش قلت اللي ذبيحته الدور؟ ما قلت اسم. اخاف تاخذون علي غرامه. ليه؟ عشان اعلان يعني؟ اي اعلان. وانت الحين يعني انت جايبها كذا من بعيد يعني. الراعي لانه يستاهل. الراعي اللي ذبيحته الدور يستاهل. ايش رايك؟ فهمت انا على طول. انت فهمت ما شاء الله. يعني جويع حاسب ودي مشوي ان شاء الله بصعودك. ما يقصر. لا صحيح ابو فهد، والله ما يقصر. يعني انت الحين اتصلت على سلمان المالك وقلت له يا سلمان شوف مباراه الشعلة والاهلي، شوفوا حاطين شعار، بدون ما تاخذ رايه. بدون ما اخذ رايه، والله ما اعطيته موافقه ولا اعطاني شيء. ما اعطاك موافقه ابد. حطيت الشعار وقلت له ناظر. لا ليش؟ انا بعلم. طيب وش سوى هو؟ تدري ليش؟ كل ما رحت كل العام وقبل العام واللي قبله واللي قبله يعطيني يعطيني، ما سويت له شيء. صح. قلت اسوي له شيء دعم كذا من عنده يعني من شخصي. اي دعم ما كل سنه 40 50 100 40 50 100 كل سنه. الله ونعم. كل سنة والله، من يوم صرت رئيس لي 11 سنة ذلحين. والله سلمان المالك ما يقصر معي، هو الوحيد. مو بالوحيد يعني، لا مو بالوحيد يعني، في 2-3 برضو من أندية من القصبان. لازم تذكرهم. ايه. ايه. مطوع فهد مطوع من قبلهم. حقهم يا أخي، قلنا عطنا سامي. والله شوف أنا بقول لك يعني بقيادة صالح الصغير. إيه؟ الرئيس الأعضاء الشرف هو ما قصر معنا، وجاب الداعمين محمد الخزيم. مين الثلاثة اللي محمد الخزيم؟ محمد الخزيم أيوة. يعني أقول لك يعني أنا ما لو خليتني أجمعهم. لا 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 لا، اللي تقول أنت أشخاص القسمان اللي قلت عليهم القسمان. مين؟ فهد مطوع وعندك سلمان المالك وفي واحد ثالث ما صعب. ما تبي تقول اسمه؟ تقول لي في الفاصل. طيب ترسل لي واتساب تعلمني عشان ما يسمعون. طيب وقلت له انه انا حطيت شعار مطعمك وانت بكيفك. ما لا انا قلت هذا يعني هديه تقدير مني. تقدير. اي هديه مني. وبعدين وش سواه؟ ما قصر. اقول لك كل سنه ما يقصر والله. ما انا قمت اعطيك واحد من الامثال. قمت من النوم قبل تقريبا يعني يوم هو في الممتاز،
والله وناظر الا تم ايداع في حساب نادي الشعلة 50,000 وناظر الا تحت سلمان المالكي واتصل علي والله حتى ما غسلت وجهي بيض الله وجهي ما قصرت قلت والله جتني الرساله لازم واحد تشكر الواحد الواحد وقف معك اليوم مقابل والله العظيم انك انت فرصه ذهبيه لاي راعي يخوض معاك تحدي للموسم الجاي اي احد مقتدر والله فرصه هذه جديده علينا انك تحط وثم يجي من بعدها لا فرصه ذهبيه يعني اليوم لو في شركه وتجي تقول والله تعال يا ابو عبد الله ندخل انا وياك تحدي للموسم الجاي وتصعد انت وياه اعطيك سنه مجانيه اعطيه سنين اعطيك شيء اعطيك شيء جاك ما دعايه ترى جاك انا حاط له اللوحات الى الان ما شلتهن قلت خله الرجال ما قصر معنا كان معطيني قبل 3 سنوات والى الان ما شلتهن الى الحين في النادي الى الحين بالنادي ولا سبحان الله من يعني من الزين فيهن ما جاهن شمس ولا ضربتهن ولا شيء حلو والله لو تجي منك لهم اليوم الايام دعموا يعني ما قصر انا قلت والله ما اشيلهن قلت والله ما اشيل خله الرجال ترى فصل مش يعني طلعوا من الشركة وراحوا لا لا خلاص شلوا حاجة وانتم مخليها وفاء وفاء له ابغى اسالك سؤال مقطع الفيديو ابغى الشيخ صالح الجعيدي ونعم والله في مقطع بعرضه انت من جد تسوي كذا في غرفة الملابس ولا لا؟ يا الله ابغى اشوفه صدق يعني انا باخذ رايك اعطونا بس ابو عبد الله هو يوزع مكافآت على اللاعبين في احد المباريات في غرفة الملابس اعطونا نشوف لا صدق والله اللاعب هذا ايش السالفه ايش السالفه اول اعلمك اللاعب هذا راح للعين وصعد صعد بالعين الحين سام بصعوده اي يحيى الكعبي يعني ابارك له بالصعود انا اقول لك هذه يعني وش السالفه اي مباراه ذي هذه مباراتنا ضد المجزل هذا في المجمع اي وننافس على الصعود خلاص بنقربنا على الصعود صرنا ترتيبنا الرابع اي ولازم تحفز اللاعبين صحيح انا عاد طلع الفخذ توني اشوفه ما اقطع طيب ما عليه روح تمام اوكي طيب اقول لك يعني انا مع اللاعبين دائم كذا ايه انا مع اللاعبين طيب ايش قاعد تقول لهم انت السنه لا ايش قاعد تقول لهم مين الحين خلينا من السنه ابغى هذه مكافاه ايش قاعد تقول لهم انت مكافاه مباراه اعطيتهم كم في البدايه 1500 يعني لازم تسوي كذا انت بديت بكم بديت في 1500 وقفلتها بكم لك اللاعب 5 طب مبذر انت يا ابو عبد الله عاد ايش تسوي ولا الوناسه عاد تصدق ولا ما تصدق ايه؟ يمين بالله ايه؟ ما عمري وصلت البيت كان الوالد الله يغفر له ما عمري وصلت البيت الا الحمد لله تنفرج يعني مو ترى من النادي ذولي تنفرج تخيل جاني مكالمه بدون من ضمن المكالمات وانا جالس عند امي ود قهوة تعرفها المغربية قهوتها قال لي السلام قلت عليكم السلام قال أنا مع ما ودي أقول الاسم قال معك سكرتير الأمير قلت أقول ترى عندي أمي والله العظيم لا خليها تدعي عليك قال أقول لك من جد والله ما قصر وبيض الله وجهه لا هو ولا اللي عطاه 500,000 ريال والله ما شاء الله هذه قهوة مغرب بس أي قهوة مغرب بعده كن ماله الحمد لله من فلان وفلان يعني الحمد لله استاهلت ابغى اروح للفاصل اعطونا الفيديو يا شباب مره ثانيه وبعدين من الفيديو للفاصل لو سمحتم اعطونا الفيديو تعالوا يا شباب جهزوا لنا يا بالصوت وبعد ما نشوفه حنروح للفاصل ونرجع نكمل الحديث معاك ونبغى ناخذ راي سليمان الجابري لان طرح لك سؤالين مهمين فاصل قصير بعده نعود
الأهلي يهزم الشرطة العراقي ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي. الهلال ينتصر على بختكور بالقاتل ويعتلي صدارة مجموعته الآسيوية. النصر يواجه سبهان غدا والتعاون أمام بيرسبوليس الإيراني. كورة يستضيف رئيس الشعلة ويستعرض تطلعات جماهيره في الموسم المقبل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية أستاذ فهد الطفيل أستاذ عبد الله العام أستاذ أحمد صبيح وأستاذ سليمان الجابري هم ضيف حلقة الليلة. سليمان تعاني الأندية الدرجة الأولى من يعني من خلينا نقول من نافذة جيدة على المعلنين والرعاة، يعني يقول لك أنا ليش أروح أعلم في دوري ما حد يشوفه ما حد يصوره. صحيح أبو جود، يعني حقيقة النقل التلفزيوني هو عامل مهم جدا أو رافد مهم جدا في دخل الأندية، وهذا بلا شك أنه يعني يعتبر رافد كبير، خاصة أنه في ظل ضعف يعني الموارد الأخرى الشح المالي الموجود في الأندية لأندية الدرجة الأولى. اليوم لو أخذنا على سبيل المثال الثلاثة الأندية الصاعدة، خاصة يعني تتكلم على العين وتتكلم على القادسية، دفعت فاتورة عالية في سبيل الحصول على هذا المهر، يعني وصوله إلى أو عودتهم إلى دوري المحترفين. لكن بشكل عام أتصور أنه بلا شك أنه الأندية بالفعل هي تعاني، لكن أحيانا ممكن مثلا زي قرار عدد الأجانب ووجود أو زيادة عدد الأجانب، هذا مكلف بالنسبة لإدارات الأندية خاصة في ظل شح الموارد المالية. اليوم أنت إذا كان مثل ما تفضل أبو عبد الله، إذا ما عندك يعني دعم شرفي، بلا شك أن أغلب الأندية في دوري الدرجة الأولى تعتمد بالشكل يمكن الكبير على الدعم الشرفي. اليوم إذا ما عندك دعم شرفي وما استطعت إيجاد يعني جسور علاقات بينك وبين أعضاء داعمين، أنت بالتأكيد أنك حتمشي على الأقل أنك تحافظ. يعني زي الشعلة اليوم موجود في المرتبة 11، يعني قد يكون مركز جيد، أنت ما قاعد تصارع في الهبوط، ولكن تبقى في الحفاظ على مركز على الأقل تواجد في هذا الدوري. لكن بشكل عام أنا أتصور أنه موضوع النقل التلفزيوني تحديدا يجب إعادة النظر فيه. وبشكل عام يا وجود للأمانة، يعني إحنا في فترة سابقة طرحت وزارة الرياضة واتحاد القدم تحديدا كراسة للنقل التلفزيوني، حتى الآن لم ترى النور هذا الموضوع. يعني هو كانت البداية تقريبا في شهر جولاي السابق، إلى اليوم ما وضحت الرؤية بشكل كبير. وأتصور أنه هذا الموضوع وهذا الملف يحتاج حقيقة إلى تفعيل بشكل أكبر، لأنه من أهم الموارد المالية الموجودة في الأندية هو عملية الدعم التلفزيوني أو النقل التلفزيوني. طبعا هذا الأمر لا يستثني حقيقة الدعم الكبير اللي تجده الرياضة السعودية والأندية السعودية بشكل عام من القيادة الرشيدة، ولكن حقيقة يجب أنه كمان الأندية تسعى إلى تفعيل مواردها المالية في سبيل أنها تعمل موازنة في الحصول على أهدافها. اليوم كل نادي أو كل فريق يعمل استراتيجية وهدف محدد للوصول إلى المبتغى، سواء بس في دوري الأندية سليمان لو يقعد يسوي استراتيجية من اليوم لين بكرة ما بجايب لك ولا شيء. يعني لا دوري موجود تحت الأضواء، ولا في أعضاء شرف، ولا في رجال أعمال، والله لو تسوي استراتيجية للصبح ولا في جمهور زي ما يقولوا تذاكر، طب ايش تسوي؟ مو يجيب فلوس رجال يقول لك رجال يقول لك قصة سيارات. يعني ترى وين كان الموضوع، شوف وين كان سليمان الموضوع في نوع من الطرفة والفكاهة، لكنه ترى نوع من أنواع الكوميديا السوداء. يعني ترى الموضوع مضحك مبكي انه يجي رئيس نادي يضطر انه ياخذ سيارات يقسطهم علشان يصرف. اليوم ابو جود خلينا نتكلم بواقعيه، اي رئيس اتحاد قدم عندما ياتي في عمليه انتخابيه تجد عنده اكثر من ملف، وتكون هذا مقدمة في البرنامج الانتخابي، مثلا منها الأندية، دعم الأندية، عملية بحث أوجه الدعم المالي الموجود للأندية. يعني في فترة سابقة كانت الرابطة مثلا هي تتولى عملية التسويق أو تعمل على مساعدات الأندية. اليوم ملف الحكام في فترة سابقة، اليوم للأسف الشديد دور الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل خاص
قد يكون يعني مش مجدي أو مش فعال لدعم هذه الأندية. يعني على سبيل المثال المعاناة اللي قاعد يعانيها الزميل أبو عبد الله في نادي الشعلة موجودة في كثر من الأندية في دوري الدرجة الأولى حتى في دوري الدرجة الثانية. اليوم دوري الدرجة الأولى أنت لو جيت مثل ما تفضل أبو عبد الله وتأخذه بالمقاييس الفنية ترى من أصعب الدوريات الموجودة عندنا في رزنامتنا، قد يكون حتى أصعب من دوري الدرجة دوري المحترفين. وبالتالي يجب حقيقة إعادة النظر خاصة في الموضوع المالي. اليوم المادة يا أبو جود والسادة المشاهدين هي عصب الحياة وعصب كرة القدم. إذا أي إدارة نادي ما استطاعت توفير أو تنويع المصادر المالية لا يمكن. اليوم الفواتير عالية، اللاعب اليوم الأجنبي اللي كنت تأخذه ب100,000 دولار و70,000 دولار اليوم تأخذه ب400 و500 حتى في دوري الأولى، وربما أحيانا في بعض الأندية اللي عندها دعم مالي تصل إلى 1,000,000 دولار. وأبو عبد الله يمكن خير شاهد في هذا الموضوع. فأنا حقيقة يجب أن يكون في إعادة نظر في هذا الملف تحديدا، لأنه الرافد الأساسي لدوري المحترفين هو دوري الدرجة الأولى وهو دوري مهم جدا. طيب قول يا أبو تركي. أنا أقول المسألة يعني كلنا تعتبر تنظير أو آراء ومقترحات، لابد من خطوة فعلية عاجلة لإنشاء رابطة مستقلة عن اتحاد كرة القدم وعن رابط المحترفين. يا أخي 28 نادي، هذه يبغى لها إدارة، يبغى لها كوادر مستقلين تماما، ميزانيات ناس فاضيين لهم فاضيين. أنا ضد أنه رابطة تشي من رحمة رابط المحترفين عندهم اللي كافيهم، صح عندهم 16 نادي جايبين لهم يعني وش أقول لك. فلازم الدرجة الأولى 20 نادي والله العظيم اللي عملوا، دائما أسمع نفس المعاناة بروايات مختلفة. فأتمنى من الأمير عبد العزيز لأنه هو صاحب القرار أنه يعني يوجه ياسر مسحل بتشكيل مو لجنة، رابطة خاصة بالدرجة الأولى منفصلة تماما، حتى مقرها حتى يكون فيه رؤية، لأنه هذه المعاناة مستمرة من سنين. القادسية وقف مع فلان وفلان، العين نفس الشيء، تجار، لكن مصيرهم حيرجعوا إذا استمرت نفس المعاناة. صح. فلا بد من إيجاد حلول جذرية للمستقبل. أنا أترك لك على طاري المحترفين، معليش عشان أخوي سلمة، أنا عندي اللاعب المحترف عندي هدافي أنا أبغى أجدد معه، والثاني عندي اثنين لعيبة بجدد معهم ما أقدر. يعني معليش كان أول يعني بقول لك كان عندي فلوس، يعني العام عندي فلوس وعندي مبلغ راس دوله، بس أنا ما عندي مبلغ الحين بيمشي خلاص، باقي 8 أيام بيمشي، يقول لي خلاص أنا ما قلت أنا ما أقدر مستحق له. هو له يعني أنا متعاقد معه 150,000 دولار في السنة كلها وهداف. شوفوا هداف وين هاللعيبة تلاقيهم؟ هداف 150,000 دولار إيه لاعب يلعب في الدوري الفرنسي. الدوري الفرنسي إيه هداف 150,000 دولار، هذا شامل وشو؟ كل شيء شامل، كل شيء. كيف كل شيء؟ كل شيء، رواتب، مقدم، كل شيء. إن شاء الله عليك المقدم بالرواتب. وتصدق ولا أقدر الحين بجدد معه ما قدرت. 150 لازم يتنقص ولا أنا ما أقدر؟ قلت له ما أقدر لأنه هذا اللي جابه لي الحين ما أقدر أجيبه، أنا كان هو اللي جايبه لي الحين أنا ما أقدر أجيبه. شلون يعني الوسيط قصدك؟ اللي جابه لي العضو الشرف. العضو هو اللي جابه لي، جاب لي يمكن يعني أقول لك لاعبين من 3. وشو ايش فيك تتأشر لي كذا الكاميرا عليك؟ قول لي منهم ولا ما تقدر تقول اسمه؟ لا يعني بس أنا أقول شوف يا جماعة. طيب خلاص اسمع علمك شيء، قل له هو أكيد إنه يشوفك، قل له أنت اللي دعمتني دعمني مرة ثانية. إذا ما تبي تقول أنا ما بيحرجك. أنا ودي أنا أير يعني يجي أجدد معه، أنا ما قدرت. الحين أنت هو باقي 7 أيام ويمشي. طيب الحين جد والله وين تلقى هاللعيبة ده ب150,000 دولار شامل كل شيء؟ شوف الحين اللي بعده هو هداف من هدافين الدوري الدرجة الأولى. وين تلاقون هاللعيبة؟ نلاقيهم، حنا نبحث نعرف ونرسلون. طب الحين أنت لما تشوف أندية ترى اللعيبة الدرجة الأولى محترفينها على مستوى في بعض. إيه ما يخالف، أنا بسأل سؤال الحين، أنت لما تشوف الأندية تدفع لها 3-4-6-8 مليون على لاعب وبعدين يفشل دولار في السنة، وش تقول أنت؟ أنهبل والله، أنا في بعضهن والله أنهبل، أشوف أنه اللعيبة أنهبل. شو هذا اللاعب اللي أقول لك هو اللي عطونا ذا اللاعب من الصبح رجال يشر عليه عطونا إياه يا شباب. مامادو شوفوا هذا هو بشعر أبيض، هذا قسم بالله من ما أقدر أجيبه الحين، من الناس اللي ما أقدر أجيبهم هذا يعني هذا هو إيه هذا كله بكل شغلة بمكافآته بتذاكرة
مقدمه ورواتبه 150 الف دولار. 150 الف دولار يعني انت لو تجيك ميزانيه، خلينا نقول ميزانيه لاعب واحد من في الممتاز، صعدت من بكره لا لا وتحطها في لاعب تحطها في لاعب، يعني ممكن تجيب انت لاعب سوبر ستار. اي انا اقول لك، انا في بعض اللعيبه عندنا في الدرجه الاولى انا لعبوا في، يعني لو تشوفهم لعبوا مباريات، يعني لو تعطي فرصه له تشوفهم ضد يلعبوا الدوري الممتاز. طيب ابو عبد الله بيقودني سؤال، يعني في دور محترفين في ناس مستفيدين من الصفقات العاليه، لما لاعب في السنه ب 40 مليون دولار واخر ب 35 مليون دولار، تعتقد انه من خلال انت تقول في طرق اسلكها يجيني باقل؟ انا ما ابغى يجيب 150 الف دولار لو يعلن صعب، لكن هل في تلاعب؟ هل في ناس مستفيدين؟ اي انا اقول لك، انا في لاعب من بعض قبل يعني كذا سنه انا فوضته خلاص، كان بيجيني تقريبا 120، ما دريت الا ما ادري النادي الممتاز اعطاه 750. لا لا مو معقول، انا قلت لا في شيء، في لحظه شوي، انتم خطير العمليه. 120 120 كان بيجي خلاص. لا طبيعي ايه. بعدين طبيعي. قال لا جاني نادي ممتاز ابغى اروح، تعرف الانديه الممتاز غير. طيب ودفع له 750 الف دولار وجود، اسمح لي والله كارثه دي. ايه. يعني شوف، وترى صارت في نادي التعاون، كان بيوقع في نادي الظهر الاتحاد وجابوا للتعاون اقل، راح كان بياخذ التعاون وراح للاتحاد زياده ملايين، اضعاف طبيعي. هذا يسأل لو تسأل، لا يا جماعه مو طبيعي اللي يصير، الدفع اللي يصير يا جماعه مضحوك علينا، لعيبه يجون ملايين انا اقول يستاهلون. خلينا نشوف شو انا بقول شيء، يعني اول شيء يرجع للمسوق، ترى وكل اعمال مثل ما تفضل ابو عبد الله، عرض عليه مثلا ب 200 الف دولار، شوي اللي يتفق او ما يتفق معه، دخل اللاعب هذا في خانه معينه احتاجه في مثلا في الممتاز. بعض رؤساء الانديه لما تقول له عندي مثلا لاعب ب 200 الف دولار، 200 الف دولار ايش سعره بخيص، ما يصلح لي. يعني لما تقول له والله المبلغ، يعني مو شيء يذكرني ذا، هذا خلنا ترى في نقطة. لا انا اعلمك، سبحان الله، وكنت امس اقول للشباب في الفنان السوري العظيم ياسر العظمة، اي في له مسرحية اسمها غربة، معروف في المسرحية قاعد جال حكيم يكشف على قولتهم على الضيعة وعلى سكان القرية دي، فهو عاد رئيس لجنة ما ادري وشو، فكشف عليهم كشف جماعي، فقال كلكم عندكم ضعف نظر وتلبسون نظارات، او قال لهم زايده يطلع عندكم زايده، قال انا رئيس لجنه التخطيط يطلع معي زايده زي البقيه. طبعا لما يجيك انت واحد رئيس نادي يقول لك انا اجيب لاعب 200 الف دولار خلها 800، لا هي مش ماكلين او شاربين بعض الوكلاء. ابو عبد الله اترك لك دقيقتين تقولنا فيها معاناه الدرجه الاولى وايش تحتاج الدرجه الاولى قبل ما نودعك. طيب انا اول شيء معاناه الدرجه الاولى زي ما الضعف، يعني المداخيل من الرابطه، مداخيل من النقل التلفزيوني الضعف فيها، يعني كانت من 3 مليون مليونين 1,600,000 الحين 800، يعني شوف الفرق اللي النقل التلفزيوني. طيب. ثاني شيء تراه اللي حنا ضيع نادي الشعلة بالاخص يلعب عليه ملعبنا 5 أندية إلى 4 أندية، تخلي ملعبنا ما تمشي الكوره معنا، في احيانا احنا ما نعرف نلعب كوره، ملعبنا ما يساعدنا ان نلعب برضه مستهلك. ثاني شيء انا اقول لك برضه، انا يعني لابد يعني برضه يعني اللاعبين الاجانب يقلل من اللاعبين الاجانب، لانه يعني صدق انا اقول لك صدق الكلام هذا هي اللي أضعفتنا، ولا كإعانات من الوزارة ما قصر، يعني الأمير عبد العزيز بن تركي ما قصر، المعالي ما قصر، يعني وزيرنا ما قصر، وزير الرياضة بأشياء، وجلسنا معه كذا مرة وشاف معاناتنا شاف، بس أنه وعدنا بحلول إن شاء الله بإذن الله، ولو في قنوات مستقلة بعد تنقل. أيوة هذه القنوات حنا قلنا ذا الكلام، وزي ما قلت ترى وتكلم هو برضه يصير لنا رابطه مستقله عن الممتاز جدا. ترى هذه ملاحظه ممتازه، وكنا مسجلينها احنا من ضمن الملاحظات، يعني مسجلينها، يعني برضه زي ما قلنا
اهتمام دعم من أعضاء الشرف، وبالأخص زي ما جاء للعين، زي ما جاء للأندية القصيم، زي ما جاء مشكلتنا حنا نعاني برضو من في الخرج. المنشأة برضو لازم يعني لها أكثر واقفة، يعني لازم فيها اهتمام. وأنا أقول لك حنا سببنا يعني الرئيسي ترى سوء أرضية الملعب. عبد الله أتمنى لك التوفيق. الله يعطيك العافية. الشعلة كل التوفيق، وإن شاء الله نشوفكم في دوري المحترفين في الفترة القادمة إن شاء الله. الله يرزقكم براعي يا رب. إن شاء الله بالطريق وأنا رايح للخارج إن شاء الله. ما على الله شيء عزيز. إن شاء الله. يجيك راعي ينتشلكم من هالمعاناة. إن شاء الله. أتمنى لك كل التوفيق. سعدنا بوجودك. نشوفك إن شاء الله في حلقات قادمة. توعدنا. إن شاء الله بإذن الله. فرصة سعيدة أني تقابلت هالوجهة الطيبة. الله يسلمك. والمشاهدين وأخونا سليمان وبيض الله وجهكم، ما قصرتوا على الاستضافة. شكرا لك أبو عبد الله. يعطيك العافية. فاصل قصير بعد هنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمع روتانا في أم في المملكة العربية السعودية عبد الله القريني وأحمد مصبيح وسليمان الجابري ضيوف حلقة الليلة. نشوف تقرير عن مباراة الأهلي اليوم آسيوية. ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، التقى الأهلي السعودي بنظيره الشرطة العراقي على استاد خليفة الدولي بالدوحة. شوط المباراة الأول، وعلى الرغم من بدايته السريعة من الطرفين، إلا أنه لم يشهد خطورة حقيقية على حارسي المرمى. أخطر فرص الشوط جاءت للشرطة عن طريق كرار عمر، الذي تحصل على كرة داخل منطقة الستة ياردات، لكن تألق الأويس أبقى النتيجة متعادلة. مع نهاية الشوط الشرطة يصبح منقوص العدد بعد طرد لاعبه على مهاوي، لينتهي الشوط سلبيا بين الفريقين. الشوط الثاني دخله الشرطة برغبة أكثر، وكاد سعود ناطقا يفتتح التسجيل من كرة رأسية، لكن القائم كان بالمرصاد. مالت الكفة لفريق الشرطة رغم النقص العددي، وشن لاعبوه العديد من الهجمات على مرمى الأويس الذي كان أكثر لاعبي الأهلي حضورا. وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق، ماركو مارين يخطف نقاط المباراة للأهلي بعد أن استغل كرة داخل المنطقة سددها أرضية زاحفة تستقر في شباك أحمد باسل، لينتهي اللقاء بانتصار الأهلي بهدف نظيف ويرفع رصيده لست نقاط متصدرا للمجموعة، ويعلن نفسه أول الفرق المتأهلة للدور الثمن النهائي، بينما بقي الشرطة على نقطته الوحيدة في المركز الثالث والأخير للمجموعة. تابعت المباراة كامل الحقيقة، وقلتها بعد النهاية يكفي النقاط. الأهلي الشوط الأول كان مختفي تماما، ما كان فيه إلا العويس، أنقذ الأهلي من هدفين كان بالإمكان تغير موازين المباراة. الأهلي طبعا دخل بظروف كلنا نعرفها، يعني الأجانب ما اكتملوا، المحليين في إصابات، فيه عنصرين أو عنصر، خلنا نقول اللي كان في الصورة اللي هو الفتاح السيري كان فريق الأهلي يعتمد عليه في الصناعة، في ربط الهجوم بالدفاع. الأهلي اليوم كان فيه فراغ خط الوسط، فراغ واضح. كان مقهوي لو كان موجود، يعني أعتقد أنه مصاب برضو يؤدي الدور. الأهلي كان غائب وسط الملعب، كان للفريق العراقي حتى بعد الطرد السيطرة كانت عراقية. الشوط الثاني الأهلي استعاد شيء بسيط من شخصيته، رغم أنه كان يفتقد القائد. السومة كان قائد، ولكن بشارة القيادة، أقصد حتى بقيادة إدارة اللعب في توجيه الزملاء اللاعبين، ما كان غائب دور القائد. عبد الغني لو كان موجود أيضا كان له دور. فأنا أقول فوز بثلاث نقاط والتأهل انتصار كبير. إذا عرفنا ظروف الأهلي الفترة الأخيرة والتغييرات وإلى آخره، أنا أقول هذا فوز كبير، ونبارك الأهلي ونتمنى نراه
بروح وأداء وشخصية أفضل في المراحل المقبلة. سليمان، خطوة مهمة أبو جود بالتأكيد، يعني اليوم أنت بعد فترة التوقف وترجع للبطولة الآسيوية وتحصل على فوز، أعتقد أنه عامل مهم. الأهلي الحمد لله اليوم ضمننا أول الفرق السعودية الواصلة إلى أدوار المتقدمة. مباراة اليوم تحديدا لا تعكس حقيقة أو نتيجتها لا تعكس واقع المباراة. الأهلي معاني من ظروف قبل المباراة بشكل واضح، سواء في موضوع المشاكل الإدارية اللي كانت موجودة بالفريق أو حتى على موضوع خسارة لاعب محترف أو رحيل عدد من اللاعبين. لكن الأهم بالنسبة للأهلي اليوم أنه أنت اليوم خلصت دوري المجموعات، وأتمنى وأتأمل أنه في الأهلي إن شاء الله خلال الفترة القادمة في دور الأدوار المهمة يجب أن يكون حقيقة شكل الفريق بشكل مختلف. صحيح أنه في تغييرات سواء على مستوى الجهاز الفني أو حتى على اللاعبين أو حتى للشكل العام الاستقرار الإداري الموجود في الفريق، لكن أتصور أنه اليوم بعد الفريق يعني ما باقي له إلا كأس ملك وفي الدوري ما ظهر بالصورة الجيدة، أعتقد أنه اليوم البطولة الآسيوية ما هي صعبة خاصة في ظل تجمع هذه البطولة وفي الظروف الحالية. أتمنى حقيقة أنه يكون الأهلي يعني بما أنه هو أول المجموعة حتى ما نحاول يواجه فريق سعودي في الأدوار المتقدمة بإذن الله. طيب حنروح الفاصل، بعد الفاصل نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية. نشوف تقرير عن مباراة الهلال اليوم آسيويا. ضمن دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا، التقى ممثلنا الهلال مع بختكور الأوزبكي في صراع على صدارة المجموعة. شوط أول ظهر فيه بختكور بشكل أفضل وأخطر، إلا أن الخبرة الهلالية حسمت الجزء الأول بهدف من ضربة ثابتة عن طريق جوفينكو في الدقيقة الأخيرة. شوط ثاني بدأه الهلال بشكل أفضل من نظيره الذي خسر حارسه أيضا بالبطاقة الحمراء، إلا أن بختكور ضمد جراحه سريعا بهدف التعديل عند الدقيقة 70، ولم تفلح محاولات الهلال المتكررة للعودة بنتيجة اللقاء ليقترب من الخروج بتعادل بطعم الخسارة، إلا أن البديل هتان بهبري كان له رأي آخر في آخر ثواني المباراة بتسديدة لا تصد ولا ترد، جعلت فريقه في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط. أبو عامر، الهلال حقيقة مباراة اليوم اعتبرها جيدة للهلال رغم الظروف اللي حاصلة من غياب أكثر من لاعب عنصر مهم في هذه المباراة. طبعا اللي أول الفريق المساعد حتى الفريق البختكوري اليوم أو أسلوب اللعب ساعد الهلال على أن يقدم مباراة بأسلوبه الخاص، يعني فريق الأوزبكي اليوم أسلوبه بطيء وهذا يساعد نادي الهلال بسرعته وأداءه وانتشاره في الملعب. في خانات اليوم موجودة في فريق الهلال ضعيفة اليوم، يعني غياب اليوم البريك أثر كثير. أنا على وجهة نظري مع احترامي لوليد الكردي، والدليل أنه متوسط الدفاع الفريق السنتر الكوري دائما يغطي خانة الظهير. طبعا أهم ما في هذه المباراة طبعا له الحصول على 3 نقاط وهذا أهم شيء. طبعا الفريق لما يلعب مباراة بعد تتويج بعد نهائي دائما يكون الرتم شوي أقل من المطلوب، هذا شيء طبيعي رغم الظروف ورغم الأشياء اللي حادثة في نادي الهلال، لكن أهم شيء في 3 نقاط. نبارك لجماهير الهلال على هذا الفوز وهذا الانتصار، ولا هي بغريبة على فريق بطل استحق هذه 3 نقاط.
أبو تركي؟ هو شوف يا أبو جود، في رأيين، في رأي انطباعي من أول وهلة حتى اللي ما شاف المباراة يقول كالهلال بعض الظروف أنه صاب 6 لاعبين ويدخل الفريق بهالعناصر البديلة، النقاط هي الأهم. صحيح. بالعكس هذا عظمة في الهلال أنه يخوض هذه المباراة أمام فريق كان منظم. أختلف مع أستاذ عبد الله، الفريق بالعكس كان أفضل فنيا، بالذات الشوط الأول انتشار توزيع لعب كان يفتقدون اللمسة الأخيرة. لكن لما نجي للأمور الفنية خلال الشوطين، الشوط الأول الهلال كان مختفي تماما لأداء الفردي، سالم الدوسري اللي منحه اتحاد الآسيا وجائزة الأفضل أطمع على أداء الشوط الثاني. الشوط الأول كان لاعب فردي بل وضع فريقه في حرج بعض الكور المراوغات أو في أماكن أو مناطق حساسة، أيضا كارينو ما كان في الفورمة، الفريق بشكل عام كان ضعيف وافتقد أيضا العنصرين المؤثرين اللي هم سلمان الفرج والبريك. البريك كصانع أو كجبهة شكل مع كاريلو جبهة في تناغم بينهم معروف الهلال بالجهة اليمنى، أيضا سلمان الفرج كضابط إيقاع كقائد. فنيا الشوط الأول الهلال كان شبه مختفي، الشوط الثاني مع التغييرات مع الإحساس بالمسؤولية أيضا مثل ما قلنا عن العويس أنه كان نجم الأهلي، أيضا اليوم ياسر شهراني هو اللاعب رقم واحد اللي كان يعني يغطي أخطاء يمكن معظم لاعبيها بالذات في المناطق الخلفية. فوز كبير عطفا على الظروف، ولكن فنيا يحتاج الفريق، صحيح الغيابات يعني خطرة، لكن برضو الهلال البديل واليوم الدليل انه فاز في هالمنعطف المهم. طيب فاصل قصير بعد هنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. عبد الله القريني وأحمد مصابيح وسليمان الجابري ضيوف حلقة الليلة. شوف تقرير مباريات الآسيوية غدا، النصر والتعاون. تستأنف غدا الثلاثاء منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ويسعى ممثلنا النصر السعودي لبلوغ صدارة المجموعة، حيث يواجه النصر نظيره سبهان أصفهان الإيراني ضمن مباريات المجموعة الرابعة وعلى ملعب استاد جاسم بن حمد في قطر. ويحتل النصر ثاني المجموعة متساويا مع السد القطري ب4 نقاط لكلا الفريقين. ويذكر أن النصر انتصر في مباراته الأخيرة أمام العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف. شوف تقرير عن مباراة التعاون. يستكمل نادي التعاون مشواره في منافسات دور المجموعات لدور أبطال آسيا، حينما يلعب غدا ضد بيرسبولس الإيراني ضمن مباريات المجموعة الثالثة على استاد المدينة التعليمية في قطر. ويسعى ممثلنا التعاون إلى تعويض ظهوره الباهت في الدوري السعودي، حيث يحتل التعاون المركز الأول في مجموعته برصيد 6 نقاط. ويذكر أن التعاون انتصر في مباراته السابقة أمام الأخوية القطري بهدفين للا شيء. أبو تركي، والله إن شاء الله التفاؤل موجود، ولكن النصر يعني عناصر جديدة، أعتبر فريق شبه جديد، فلذلك العناصر وحدها ما تكفي إذا ما كان في احترام للخصم، في عطاء، في روح قتالية. يعني المدرب الوقت ضيق، العناصر اللي حتضاف والغايبة مؤثرة جدا جدا، خاصة لما نكون في وسط الملعب بتروس أو في كصانع هجمة كلاعب مهم مثل مرابط لعيبة وجوليانو. البدلاء بكرة بيكونوا تحت المجهر، لكن لا يكون الحكم النهائي عليهم. بيت القصيد النصر بإذن الله حيكسب، شريطه يكون في روح
وقتالية واحترام للخصم بصرف النظر على الأسماء. يعني الأسماء وحدها ما راح إذا ما في جهد الملعب سبهان الإيران فريق له تاريخه ومعروف. بالنسبة لفريق التعاون أنا قلت في الحلقة اللي راحت رغم الناس تتوقع أنه طالع أنه يجي من الهبوط لكنه يدخل بدون ضغوط متصدر عنده إضافات أجنبية جيدة أعتقد إن شاء الله إن شاء الله حيظهر مظهر مشرف حتى التعادل أعتبره مكسب بإذن الله. أبو عامر ما بشك أن مباراة النصر بكرة مع فريق أصفهان الإيراني مباراة أكيد مهمة. الفريق الإيراني من أعتد وأقوى الفرق الإيرانية سبق أن قابلنا هذا الفريق احنا في سنوات كثيرة. طبعا عندهم الاستقرار الإداري والفني دائما موجود في هذا الفريق لكن ثقتنا في فريق النصر كبيرة. هو الآن نادي النصر مستقر فنيا أكد مثل ما تفضل أخوي أحمد أنه العناصر الجديدة هذه راح يكون لها دور إن شاء الله في صنع الفارق. فريق الممثل الوطن لنادي النصر إن شاء الله يقدم مباراة تليق فيه إن شاء الله ثلاث نقاط إن شاء الله يضيفها إلى النقاط اللي لديه. أضيف مثل التعاون طالع من طبعا من ضغط كبير خلال الفترة اللي راحت راح أتأكد إن شاء الله في مباراة الغد أنه يعكس الصورة اللي كان عليها فريق التعاون محلية. بداية الموسم أنه الفريق البطل الفريق المتميز اللي وصل الآن إلى أن تصدر مجموعته في هذه البطولة. أتمنى إن شاء الله التوفيق وإن شاء الله نفرح مثل ما فرحنا اليوم بفوز الهلال والأهلي وبكرة إن شاء الله التعاون والنصر إن شاء الله تعالوا يكون يوم للوطن. سليمان تعليق سريع. مباراة النصر والفريق الإيراني أعتقد أن مباراة صعبة هي للنصر اليوم النصر في ثاني الترتيب لكن خليني أنا أجيها من زاوية أخرى. حديث السيد فيتوريا اليوم في المؤتمر الصحفي يعني ما راهن كثير على موضوع الإضافات هو يتحدث دائما على موضوع المستقبل هو تركيزه ليس على هذه البطولة تحديدا وإنما بناء فريق للمستقبل. عملية الإضافات من الصعب يكون في اندماج أو تعايش للاعب وتأثيره الفني يكون بشكل واضح في هذا بهذه السرعة وفي هذا التوقيت ولكن بالتأكيد أن النصر اليوم مطالب بالفوز حتى يكون في صدارة المجموعة. على الجانب الآخر في التعاون أتصور أنه موقف التعاون قد يكون هو الأمر الإيجابي الوحيد الشمع المضيئة في التعاون الفترة الحالية هو ترتيبه في هذه المجموعة يعني كان حاصل على 6 نقاط كاملة لكن الأمر لا ينعكس طبعا مثل ما كان في دوري المحترفين. أتمنى حقيقة على الرغم من بعض المشاكل الفنية والإدارية اللي كانت في الفريق خاصة على المستوى الفني أتصور أنه يعني مباراة تكون ربما تكون صعبة على التعاون ولكن نأمل حقيقة أن تكون بداية تعديل المسار بالنسبة للتعاون في هذه البطولة تحديدا. طيب وصلنا لختام سليمان شكرا جزيلا لك. شكرا. أبو عامر شكرا جزيلا لك. أبو تركي شكرا جزيلا لك. موعدنا غدا 11:30 في أمان الله.